واش عمركم سمعتوا شي جريمه حقيقيه اللي ما فهم فيها حتى شي حاجه واخا كلشي باين وواضح؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وهذا الشيء اللي غادي نعاودوا اليوم. نبداو الستوري ديالنا. الناس اللي ديجا كيعرفوني ام باك، والناس اللي ما كيعرفونيش ويلكم تو ذا فام. قبل ما نبداو الفيديو خلينا لايك ونبداو. 26 ديسمبر 1996، ماماين جون بينيت اللي هي البنت الصغيره اللي داير عليها القصه كانت باغا تطلع في الدرج ديال الدار وهي تلقى ورقه مكتوب فيها باللي راه البنت اختطفات ولا بغاو يردوا بنتهم خصهم يخلصوا الفلوس. البنت كانت في الدار، مامها كتقلب عليها ما كايناش. مشاو نيشان عند البوليس ديكلاراو باللي بنتهم اختطفات. هادشي تقريبا مع داك الثقل القسماين، ولكن المشكل الكبير هو من بعد 8 السوايع مور الديكلاراسيون باباها جون كيهبط القبو ديال الدار، كيسميوها في امريكان يوتيليتي روم، راكم عارفين كيكونوا حاطين فيهم كاع ديك الحوايج باش كيصلحوا الدار، منشار سنيور مسامر فراشط معالق بنادم كلشي كلشي. باباها مني هبط لتما كيلقى بنته ميته عليها السكورش على فمها ومربوطه بواحد الكابل على عنقها مزير عليها، وهذاك اللي زير عليها هذاك الكابل على عنقها استعمل واحد الشيته ديال الصباغه كانت في البيت ديال البنت. وبما انهما ديكلاراو بلي راه البنت اختطفات، البوليس كاع ما قلبوا الدار قبل. البنت اختطفات وهذوك اللي اختطفها كيقولنا الا بغيتوها جيبوا لي هاد الفلوس، علاش حنا غادي نقلبوا في الدار؟ مهم الدار فيها ثلاثة الناس، ماماها بيتسي، باباها جون، وخوها اللي فايتها بعامين في عمره 7 سنين سميتو بيرك. دونك جاو البوليس كيجريو كياناليزيو شنو طاري، ولقاو بلي كاينين جوج خطوات ديال المشي ديال جوج الناس في ديك البلاصة، ولقاو في الشورت اللي كانت لابسة البنت عينة ديال الدي ان اي. وحنايا كاملين عارفين بلي تلقى الدي ان اي صافي لقينا مولف على، ولكن المشكل فين كاين؟ هما راكم عارفين الدور ديال الامريكان تيكونوا بوحدهم وكيكون عندهم واحد ليارد وكان عندهم الثلج، وما لقاو حتى شي خطوات ديال حتى شي واحد دخل ولا خرج من الدار. انتوما راكم عارفين الا صدمتي في الثلج ودخلتي غادي يبقاو ستيبس ديالك برا، ولكن لا ما لقاو حتى شي حاجه. المهم الريبورت ديال البوليس جا فيه بلي راه البنت ماتت مخنوقه، وداك الدي ان اي اللي لقاو جربوه مع مليون ونص عينه ديال الدي ان اي اخرى اللي كاينين في المدينه واللي قرابين واللي كان يمكن لهم يديروا، ولكن ما كيتطابق مع حتى شي وحده منهم. في ذاك الرانسوم نوت اللي لقاو كانت مكتوبه فيهم بلي الا بغاو يردوا بنتهم خصهم 118,000 دولار. دوزو نقراو داكشي اللي تقال كامل، تخافوش معكم مترجم داكشي غادي تخيلوا حتى نتوما كان كيدوي بحال هكا بالدارجه ديالنا ترجموا اللونج. مستر رامسي اسمع مزيان، حنايا جروب ديال ناوس ضحكتوا؟ غنضحك معكم دوزو. مستر رامسي اسمع مزيان، حنايا جروب ديال الناس كنتميل لواحد الفصيله اجنبيه، كيعنيو بها زعما راهم ماشي من نفس الدوله، كنحتارموا البيزنس ديالك ولكن ماشي الدوله اللي كتسيرفيها فيه، يعني كيحتارموا البيزنس ديال مستر رامسي ولكن ماشي امريكا، كاينين جوج ديال الناس اللي مكلفين ببنتك وراك نتايا ما كتعجبهمش بزاف. راه ما عندي ما ندير، الترجمه الحرفيه هي هذه. ما عندهمش معاك، ما عندهمش معاك. دونك كنصحك ما تبروفوكيهمش وما دير حتى حاجه حمقى، وعندك تمشي تصوني للبوليس ولا شي حاجه. لا بغيتي تجرب حدك معانا جرب، غا هو حنا عارفين مزيان اش كنديرو وراه عارفين القوانين وكيفاش كتمشي. دونك بلا ما تغامر بحياه بنتك واش بغيت دير فيها زعما ذكي. بوب 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 راك 99% كتلعب على موت البنت ديالك، الا تبعتي هضرتنا مزيان غادي 100% ترجع لك بنتك بخير. وفي الكماله طلبوا منه 118,000 دولار وشرحوا له الطريقه كيفاش يجيبها لهم وكيفاش تكون، وكيتشرطوا بقاو عليه جيب لنا 118,000 دولار وتكون فيها ثلاثه ديال الكراتينات ديال 100 دولار جوج كراتينات ديال 20 وشي شويه الصريف، راك عارف بنادم كيبغي مره ما فيها باس ما فيها باس. المهم خوتنا اختاروا له كيفاش داك 118,000 دولار تكون. دابا البلان اللي في شكل في هذا الشيء كامل هو ان جون في ذاك العام البونيس ديالو اللي كان ربح واللي جا في تالي العام كان تقريبا قريب لذاك المبلغ، يعني كان ربح في ذاك العام تقريبا شي 120,000 دولار شي حاجه بحال هكا، يعني هاد خونا راه عارف عليه كل شيء. والبلان اللي خايب كثر وما تخيلوش معايا شنو واحد اخر، ديك الورقه وديك القلم اللي مكتوب فيها هذا الشيء كانوا في وسط الدار، وحتى النوت تكتبات في وسط الدار. تكلموا معايا مازال ما دخلناش في الحمار. دونك دابا كيفاش؟ واش شي واحد دخل الدار جبد ورقه وقلم كتب النوط وقتل البنت ومشى بحاله؟ المهم البلان شويه في شكل سينو، خلينا من هادشي كامل، واش تقدروا تعيشوا في الديور بحال هكا؟ امريكان كتلقى عندهم مثلا الدار فيها دوز ايطاج الدروج والقبو، كتلقى النص التحتاني بوحدو والنص الفوقاني بوحدو، بيبان البيوت مسدودين، يقدر يكون بنادم ساكن لك في ذاك القبو وانت ما في خبارك حتى شي حاجه، تقدر تكون انت في بيتك مرتاح وعائلتك لتحت كيتوفى ودخل عليهم شي واحد كيشرشم فيهم وانت ما على بالكش. وهذا الشيء شحال مره شفتو في ستوريز ديال امريكان، كتلقى مثلا العائله كانوا لتحت وبنتهم الفوق ودخل عليها شي واحد من السرجم قتلها وهرب، تا كدوز يومين كيدخل با يطلع لها شي 100 درهم ولا شي حاجه كيلقاها ميته. انا بعدا في المستقبل واخا تكون عندي الفرصه نسكن في شي دار كبيره وكذا، ما في نظري ما بلانش، يعني نقدر نختار دار صغيره على دار كبيره واخا يكون عندي الاختيار. نرجعوا للستوري ديالنا.
والمشكله هو داك النوطر هذاك خونا كان كتبها شحال من مره وقطعها، لقاو في الدار شي طروفه ديال شي وراق، يعني خونا اللي كتب هذا الشيء راه كان ديجا جرب يكتبها وعاود قطعها وعاود وحده اخرى. حاولوا تعقلوا على هذا الشيء كامل اللي قلت لكم مزيان. نبداو دابا في السسبكت ولا المتهم بهم فيهم بهم ولا فيهم مهم سسبكت. السسبكت الاول واللي لوجيك وباين ومع عائلته. كما قلت لكم ما لقاوش لي طراس ديال شي واحد دخل ولا خرج من الدار، النوت تكتبات في وسط الدار بستيل ورقه من الدار، تكتبات وتعاودات وتعاودات، يعني كان كيتريني عليها. لوجيك غيبقى يبان لنا واحد مع عائلته. فواحد تي في شو كان داز في ذاك الوقت كانوا كيقولوا بلي راه زعما البوليس كيشكوا، هما ما عندهمش الحق يشدوهم حيت ما عندهمش الدليل، ولكن كانوا ذاك البوليس اللي يمكن فيه القضيه كيشكوا بلي راه عائلته باها ولا امها ولا هما بجوج قتلوها بالغلط ولا حتى خوها الصغير كاع. المهم راكم عارفين داروا التيست على ديك الكتابه اللي في الورقه، لقاو بلي باه امبوسيبل يكون هو، امها حتى هي، وخوها الصغير ما يمكنش يكتب داك الشيء بداك الطريقه. 1999 كانت المحكمه على شويه وغادي تحكم على العائله تشايلد ابيوز، يعني عنف ضد الاطفال، ثم القتل. كاع دوك اللي في المحكمه فوتاو على البلان، ولكن القاضي ما سناش على هذا الشيء، قال بلي راه ما كاينينش دلائل حيت داروا عليهم التيست ديال الدي ان اي ولقاوه ما كيتطابقش معاهم. يعني الدي ان اي ماشي ديال باها وماشي ديال امها، وفاش كنقولوا دي ان اي ما كيتطابقش يعني راه ماشي داك الشخص. السسبكت الثاني واحد الراجل كبير شويه في العمر معروف في الحومه سميتو بيل ماكرينولدز. هاد خونا هذا بحال قلتي معروف في الحومه، هو فاش كتكون مثلا راس العام وكذا هو اللي كيلبس بابا نويل كذا، كان ظريف مع الدراري الصغار فهمتي، كيبقى يهضر معاهم. يومين قبل الجريمه كان جا عندهم هاد السيد للدار، كان كيجي عندهم بزاف ديال الوقت وكانت عزيزه عليه جون بنات حيت كانت دارت واحد الحاجه اللي كانت ماركاتو بزاف. هو واحد المره ملي كان لابس اللباس ديال بابا نويل وكيفرق لي كادو، كانت واحد المره هي عطاته كادو، دونك راك عارف انت كتعطي لي كادو شي واحد يعطيك كادو، جاتو شويه في شكل وبقى ديما قالوا فراس. المهم خونا قال في تصريح البوليس باللي الموت ديالها الماتو بزاف ودراتو اكثر من العمليه اللي كان دار على قلبه، حيت خونا كان دار واحد العمليه على قلبه باش قدر يبقى عايش. واحد بلان لي كريبي واحد شويه كان قال لمرتو باللي منين نموت خلطي داك التل اللي عطاتني جون بنات مع التراب ديالي. صار هادشي قدما كيبان ديال واحد الراجل كبير ناقص حنان وظريف قدما كيبان كريبي بزاف، وبيني وبينكم ما كنرتاحش الحوايج بحال هاد. هادوك اللي كيكونوا ظريفين بزاف كيخلعوني بالرجول. انا بالنسبه لي نكون باين البنت ونسمعوا قال بحال هادشي اوتوماتيك مو هو ما صافي صافي. وعاد ورا كانت تخطفات لواحد البنت ديالو 22 عام قبل هاد الجريمه. عاوتاني غادي نخرج من السيجي ولكن ما عندي ما ندير. واش ما كتلاحظوش بلي هاد الناس امريكانيين مرادين في عقلهم؟ واش بقوه الفلوس ولا بقوه الفشوش كتلقى عندهم الكبت بزاف والمرض بزاف، كتلقى عندهم تشايلد ابيوز بزاف وتشايلد بورنوغرافي وتشي، كتلقى عندهم بزاف ديال بنادم مريض بهاد التخربيط. ما عرفتش شنو هو السبب الصراحه. بالرجوله واخا حتى حنايا عندنا المسطيين ولكن ما عندناش هادشي حتى لهاد الدرجه. ما عرفتش كيبان لكم نتوما في هاد البلان. نرجعوا للستوري ديالنا. سسبكت رقم 2 بيل ماكرينولدز داروا عليه التيست ديال الدي ان اي ولقاوه ماشي هو. ماشي هو مازال حنا مازالين حنا ان شاء الله مازال مطولين، مازال غاديين معكم ان شاء الله، مازال عندنا بزاف د الحوايج. وبالنسبه لذاك الشيء اللي كان كيقول نقدروا نقولوا غير ديال شي واحد كما قلنا شارف ونقص حنان وصافي. ودابا ركزوا معايا مزيان. السسبكت رقم 3 سميتو غاري اوليف. هاد السيد هذا في عمره 22 عام ساكن غير قرب ليهم في الحومه، كان ديجا تشد واحد المره على تشايلد بورنوغرافي. سيروا نتوما ترجموا دبروا راسكم باش تقدروا تفرجوا مع العائله. وديك المره فين كان تشد لقاو عنده بزاف ديال التصاور والفيديوهات، وما بين داك الشيء لقاو عنده واحد التصويره ديال جون بينيت. نزيدكم حاجه اخرى، غاري كان ديجا تشد على محاولات القتل، كان واحد المره مدروغي لو ما نعرف وكان حاول يقتل امه بنفس الطريقه باش ماتت جون بينيت. كان شد واحد الخيط ديال التليفون وبقى كيلولها على عنقها وكان غادي يقتلها. المهم ماتتش بقات عايشه. والدليل اللي ماشي دليل، المهم والحاجه الثالثه، في ديك الليله اللي طرات الجريمه كان غاري عيط لصاحبه اللي سميتو مايكل، عيط له في التليفون وقال ليه راني اديت واحد البنت، وقال ليه حتى البلاصه، قال ليه في ستيت ديال كولورادو. اول حاجه في ستيت ديال كولورادو ذاك النهار ما كانت ريبورتات حتى شي بنت تختطفات ولا شي حاجه، كانت غير جون بينيت. ثاني حاجه عيط لصاحبه قال له هذا البلان. مع القضيه كانت دارت البوز في المدينه، صاحبه ساق الاخبار مشى علمهم وقال لهم بلي راه يقدر يكون هو، حيت راه عيط ليا وقال لي راني اديت واحد البنت وكذا 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 وكذا. ونزيدكم حاجه اخرى، تخيلوا معايا شنو قال البوليس فاش سولوه على البلان. انا بقات فيا المود ديال جون بينيت بزاف، وما كرهتش الصراحه يديروا لنا شي تمثال في الحومه نبقاو ديما نشوفوها ونتفكروها. ياك المرضي اوي وي راه بنادم بنادم مريض بنادم بنادم حمق. صافي انا نكون البوليسي تما ونسمعوا قال هذا الشيء صافي نشنق على مو. كيفاش كيفاش بحال هاد الحوايج هادو كيمرضوا وما تكرهش تشدك خونا تبقى على مو بالحصى وتجبد ديك العقل تشوف مو شنو فيه. الصراحه زدت فيه، ولكن انا بعدا ما كنحملش هاد النوع ديال البشر خصوصا هادشي ديال الدراري الصغار. وعاد اخويا هما ساكنين في امريكان، عطا الله البنات هالزعراء هالبيضاء هالكحلة هالطويلة هاللاتينا جميع الانواع والاشكال والاضواء. بنت صغيرة صاحبي
طلع اخويا مالك على حالتك. كما قلت لكم غاري ديجا تشد على تشايلد بورنوغرافي، كانت عنده ديجا تصويره ديال جون بينيت، عيط لصاحبو واعترف ليه بلي راه دار شي جريمه. دابا البلان بدا كيبان هذا الشيء كامل، وعاد باش زادوا كملوا البلان داروا التيست ديال الدي ان اي، وهاد المره هادي خرج الدي ان اي ما كيتطابقش معاه. شنو كتسنانا نساليو القصه؟ مازالين حنا ان شاء الله مازالين مطولين هادشي كامل، وفي الاخر ماشي هو صافي. انا بديت كنقول في الاول ماشي هادشي، الا كان هاد خونا ماشي هو عمرنا في حياتنا نلقاو مول الفعل. بقات الامور بحال هكاك من 1997 حتى 2016، هو يبان ساسبيكت رقم 4 والاخر سميتو جون ماركار. هاد السيد هذا بقى كيكونتاكتي باغ ايميل واحد الصحفي مشهور في نيويورك تايمز سميتو مايكل تريسي. خونا بقى كيعترف بالجريمه ديالو باغ ايميل، بقى كيعاود كيفاش اختطف البنت كيفاش قتلها. مايكل خدا منو ديال الوقت 4 سنين بحرق دري زعما يكسب الثقه ديالو باش يعاود له كلشي بلي ديتاي. مني مايكل تريسي خدم عنده القصه كامله، خدم عنده كاع الدلائل، مشى عند نيشان عند البوليس وراهم كلشي. داك خونا كان محكوم عليه بتشايلد بورنو جرافي كيما خونا الاول، وكان هارب ساكن في تايلاند. راكم عارفين داكشي ديال اف بي اي الانتربول والمعاونات والمشاركات، خوتنا قدروا يلقاوه كيما قلت لكم لقاوه في تايلاند، جابوه. البلان عاوتاني دار البوز حيتاش البلان كان بحال شي لغز. البوليس شدوا داك خونا دخلوه بداو كيحقوا معاه، بقى كيعاود لهم بلي ديتاي كيفاش قتلها كيفاش اختطفها كيفاش دار داكشي كامل. والبلان اللي زاد مرضني وغادي يمرضكم حتى نتوما، لقاوه عاوتاني بلي ماشي هو. البوليس ملي بداو كيحقوا مع اخونا داكشي اللي بدا كيعاود ما مطابقش كاع مع داكشي اللي لقاو في مسرح الجريمه. وملي زادوا قلبوا داكشي لقاو بلي داك النهار اللي طرات فيه الجريمه خونا ما كانش كاع في داك المدينه، خونا كان خدام، ولقاو تسجيلات بلي راه خونا كان في مدينه اخرى. المهم تاكدوا 100% بلي خونا اصلا ما كانش تما، وحتى داكشي اللي بدا كيعاود لهم ماشي كاع داكشي اللي لقاو. الستوري ديالنا مازال ما سالات. انا قلت لكم ستوري ديال اليوم راه غادي تحمق. 2016 نيت دكتور هنري لي، هاد السيد هذا حياته كامله دايره غير على الدي ان اي كيفاش البلان ديالو وكذا. خونا بدا كيدير شي دراسات وبروفا قدر يثبت باللي الدي ان اي كيقدر الا داز على شي عوامل كيقدر يتبدل، يعني كيقدر يتخربق، خصوصا داك التواب مناش كيتصاوبوا لي كالسون سوفيتمات وكذا، تبت بان كيقدروا يخربقوا العينه ديال الدي ان اي. ودار بزاف ديال التجارب وجاب شي باكيت ديال السليبات ودار عليهم التجارب ولقى بلي الدي ان اي بصح كيمكن له يتبدل. واش فهمتوا شنو كنستنتجوا من هادشي كامل؟ الدي ان اي باش كانوا خدامين في القضيه كامله غلط. دابا هاد البلان هذا غير زاد كفسا علينا، علاش؟ حتى يقدر يكون امها وبا، يقدر يكون خونا داك الراجل الشارف، ويقدر يكون داك ولد الحرام الاخر اللي باينه هو. يعني القضيه كامله كانت دايره على الدي ان اي، اجي نشوفوا الدي ان اي كذا، يعني دابا البلان يقدر يكون اي واحد منهم. انا ديما ملي كنت كنشوف ستوريات بحال هكا كنبقى ندير فيها الذكي، كنبقى نلاصق هادي مع هادي، كنقول لا باينه رقم جوج بين خونا هذا بين هذا. دابا اش غاتعرف؟ يقدر يكون اي واحد منهم. ايوا السي الخراز، مسرح الجريمه، تقدم تكنولوجيا مسرح الجريمه، وشنو تقولنا في هادشي؟ هو دابا من الدي ان اي والحماق هزنا تسطينا وصافي. ايوا دابا الاذكياء ديالنا بينوا لنا في كومونتير، كل واحد يورينا الذكاء ديالو وقولنا شكون في داركم يقدر. انا بغيتكم طايفوا وشبكوها بيناتكم. خويا انا بان لي داك الراجل الشارف ما فهمتش، ما دخلش ليا الخاطر اخويا، ما عجبنيش. كيفاش خلطي لي التل مع الغبره ديالك؟ تبني المريضه السا مالك مكلخ السا، وراه باينه غيكون رقم 3. علاش؟ لماذا؟ لان رقم 3 راه باينه. قلت لا الدراري اش راه باينه ما ولا با صاحبي، راه قال لك ما لقاوش خطوات برا المنزل، يعني ما كاينش خطوات برا المنزل، حتى واحد ما دخل ما خرج. وحاجه اخرى، دابا هادشي ديال تشايلد ابيوز وضرب الاطفال وكذا اللي كيتشدوا عليه برا في امريكا، عندنا الدراري صغار في المغرب كل واحد وراسو اشكال هندسيه، كاين اللي عنده مثلث مستطيل مربع معين مقوس بقوه العصا عادي كتلقى النار كامل ويا مع امه كتخبط فيه، ما بغيتيش تاكل الروز. عندك انت تلقى كاع الاباء في المغرب داخلين للحبس، يعني من والديا وجبد لي كلشي. ايوا احبابنا الحفله سالت، الفيديو عاودناه ثلاثه المرات، مره الطفال في الكاميرا، مره يمشي لك الصوت، مره كذا. ايوا عامين وحنا غابرين، هدانا الله حنا درنا لكم فيديو. لا بغى يهديكم الله ديروا فهمتي شي لايك شي بارطاج فهمتي شي حركه. المهم ديروا داكشي ديالكم، دخلوا عندي الانستغرام شيروا عليا بديك الافكار ديالكم. خويا انت ولا كدير الضحك وضحكنا، الله يسهل عليك الا ما ضحكنا، فرحوا لي راسي فهمتي، اللي عنده شي فكره شير عليا بها، دخلوا عندي فهمتي فتيان فتيات. كنضحك معكم لا فتيات لا والو.
مهم هذا مكان. انا والله لا عيس تشلوا لي فراسكم ونتشوفوا في الفيديو الجاي. بيس. سالينا والله لا سالينا. كنسلم على صحابي وحبابي والجيران ديالي والعائله والفاميلا. شكرا لكم. كاين الخير كاين الخير في البلاد. مازال كاين الخير. بلادنا زينه زينه. بلادنا زينه.